استاذ ملحم من الاخير رح اجيب لك اياها. تفضل. انت مغروره هيك قال ملحم بركات. ولو شهدت ملحم بركات يعني كم انه انا بحبه كثير. ولا مره كان عنده بالبلد موقف لبناني الا ما حبيت تكون واقفه حده، مش لانه ملحم بركات، لانه مدرسي لبنانيه. وضحي لي كيف يعني. رح اوضح لك. انا بحب حدا يفرق بين الكبر والكبرياء. انا بحب تعاملي مع الاخرين يكون في كبر. ولا يوم كنت مغروره، وبالاخص مع الاستاذ ملحم يلي لما كان عندنا مهرجان الاغنيه اللبنانيه سنه 95 كان عامله الله يرحمه الاستاذ عصام صغيب، الله يرحمه، وحبينا فكره انه نكون ثلاثه عم نغني الاغنيه اللبنانيه، وكان بالعنوان العريض مهرجان الاغنيه اللبنانيه. الاستاذ ملحم بركات والاستاذ عصام صغيب الله يرحمه طلبوا مني اني انا اكون متواجده بهيدا الحفل، وبكل تواضع بقول لك انه وقتها لو ما انا وافقت على المهرجان لما كان تم، لانه بهيدي الاثناء برجع بقول بكل تواضع كان في غياب للاغنيه اللبنانيه عن هيدي الساحه سنه 95، وكنت وحده من ابناء جيلي اللي عم غنيها. طلب مني اني اكون موجوده معه بالمهرجان، ما حملت كلمه ولا همسه الا ما كنت موجوده، لانه كان العنوان العريض مهرجان الاغنيه اللبنانيه، وغنينا ثلاثتنا اغنيه سوا. ايه بس بدي اقول انه يعني ماجد الرومي بتغني لبناني، جوليا بطرس بتغني لبناني، وبتلك المرحله كمان كانوا بتصور انه بهديك المرحله كانوا بيغنوا مهرجانات لوحدهم، ما بيغنوا مع اشخاص او يمكن ما عرضت الفكره عليهم. انا عم بحكي من حيث الاغنيه اللبنانيه الشعبيه، لانه السيده ماجد الرومي لها طقس الخاص بمهرجاناتها يلي انا بحبها كثير واللي بموت فيها، وجوليا كمان اللي بحبها كثير يلي اغانيها فيها ثوره، وكانت في كانت ضليعه في الاغنيه الثورويه بهديك الايام. فكنا نحن عم نعمل مهرجان الاغنيه اللبنانيه. هلا يجوز انا ما عم بنكر وجودهم كلبنانيين، بس انا عم اقول بهيدي المهرجان بهيدا المهرجان لازم يكون متواجد حدا بغني الاغنيه اللبنانيه. وانا بوجه له تحيه للاستاذ ملحم يلي انا كثير 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 بحبه، ومش هو اللي قال انه ما عم بيصير مجال لنتعامل مع بعض. انا ما بريد انه هو يقول بدي اعمل لك لحن، انا بريد اركض انا وراه لغني اللحن. بس يا استاذ ملحم بركات